قلبي روعه قلبي روعه ماماويا ولهي حرامي بخاطري تون مون ماماويا لا 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 معكم لاسيان فلوغ اليوم فيديو جديد في العربيه كما كتشاهدوا ديما معايا احمد. اليوم غادي نوريكم اخوتي الطريقه التقليديه كيفاش كيسقيو صحاب العربيه. عندهم هاد الاله هذه اش ماشي الاله تيلي دبره تيلي الماكينه هاد كيقولوا البوطه. المهم هذه راه كنركبوا فيها تقريبا حاجهكم هاد البغل واحد وكتجرر. المهم اليوم غادي نوريكم تقريبا الطريقه كيفاش كتركب كيفاش كيركب البغل في البوطه وكيفاش غنمشيو بها. يعني واحد الواحد متعوان بحال تقريبا داكشي ديال الطوموبيل السباق بحال هكا سير حيت سو. دابا احمد غادي يجر البغل شويه. احمد غادي يضرب هضره كيضرب وادو المهم كيعض ولا كيضرب بحال بحال. نجر لكم دابا تقريبا البغل برا احمد كتبان كتبان اخويا قراوي قراوي عادي. يلا جر احمد برا ليش ليش عادي احمد مارشاريان الله يتبارك الله عليك اخي احمد. شوف اخوتي الطريقه دابا راه كيرد دابا بغلور باش يجي فوق البوطه. نجي نشد معاك احمد هبط عليه البوطه تبي هبط عليه غاب بلاتي بلاتي. المهم دابا راح نركب لكم تقريبا البغل فوق البوطه. هذه هي الطريقه ديالو كيفاش كيركب. راه مازال ما كملش تقريبا لا الانستالاسيون ديال البغل دابا راه كيانستالي البغل. عرفتي واحد ركبه واعره فوق ديك البوطه واحد غادي ما غادي تشوفوها زي هذاك الشيء. عندنا عندك نمشيو شي بقى يتزعزع احمد عندك يبقى يتزعزع عندنا داكشي. انت غتفرج اش والله انا مشتاق ليك الركبه وحق الله راه هو بيبي جي من داير انا كاين حمار انا هاهو الحمار مكنستعملوش تقريبا البوطه حيت هو كنلخ نبغى لي شويه شد عليه برا خصك مباشر هكا. المهم اخوتي راه كنتسداو دابا احمد من هاد الهبطه هادي غنهبط واحد جوج ثلاثة والآن أحمد المتسابق الأول. شو خايف شو فكر الله لا كلمة بك. حبيس حبيس أخوي حبيس 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 قد قد أخوي ديك خلاص قد قد في الريح أنا قد فرش فرش دابا هذه كتسمى الكوسانة دابا مال الكوسانة ها بلاش صافي عشيري صافي عشيري برا شويه بشو غنطيح انا يس يس انا اخويا تيدي في الحطه هنا اللي غا هكا كيمشي شو اكبر حفره انا اخويا شوف اكبر حفره عندك كيلو حني عندك كيلو حني فاتك نتاع كيك سيري غادي فترة وازية من دابا لا هادي زيادة ندوز زيادة فترة وازية ما تجيش ندوز غادي فترة وازية لا فترة وازية من دابا شي فترة وازية ولا لا 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 سير غير بحال كحمد انت نطيح وراه وين راه نوريهم تقريبا غير ركبة كيفاش دايرة صاحبي انت البوطا غادي نسرك لا والله احسن الطوبين واحد قرب الف درجه احساس لا مثيل له. ستوب اجي قلت لك النبك هذا هو النبك اخوتي هذا اخويا انا كل شويه عطيني فوقاش ما كليناش المهم جيبي شويه جيبي شويه هاي الطريق يضرب اخوتي المسافه يضرب الشوا دابا راه غاديين دابا في ديك الجال ايه وما راه غنتخبونيش انا احسن لكم اخوتي بالله يا العروبيه للحياه راه خصك توفروا في هاد الحوايج هادو. إذا بغيتي تعيش الحياة خصك توفرو في هاد الحوايج. هاد
نديرو غير الطريق. وي الطريق يا كلش اما هادشي راه ساهل هادشي راه فين ما مشيتي راه تلقاه. دابا خوتي راه وصلنا دابا للبير هو هذاك راه هو كما كتشوفوا. احمد دابا غيهز هاد التيو هذا مابقاش داكشي ديال شحال هادي فهمتوه ديال جيب الدلو. او احمد دابا راه غادي يجيب التيو ويحشيني شان في البوطه وغيعمر. مرو دابا البوطا انا واحمد وداك الشيء راه ساهل يعني ما كاينش مراه الاول يعني غتخدش في الدلو وتطلع الماء وزيدوا دوك الطرق التقليديين ديال شحال هادي يعني دابا العروبيه راه براسها تطورات. احمد قد ديك راه كيسيد من تما حشي شي ديك ديما بعد ما تعمر هاد البوطه هادي غنمشيو للدار نقول لهم راه غنكون معاك. ايوا سي احمد معكم اسد تابوناوا خوتي تابوناوا واحد دابا راه سير قطع الماء دابا غيدير الميكا باش ما يسيش الماء من دوك ديك التخبايه. شوف ديك الخطه غتلقى تحت راهي تحت الكشه صراحة خصهم شي ميكا تما اخو انت مالك هدا مزيان يلا جيب الدورة مع الدورة الرا صافي صافي حنا طلعنا الاول صبر عندك الحفرة سير فوت الحفرة سير زيد احنا اخوتي دابا وصلنا دابا للدار